Quoi de neuf santé. تتواصل الأبحاث ودراسات حول اكتشاف أعراض جديدة لمتحور الأوميكرون شديد الانتشار، وتوصل مؤخرا فريق من جامعة ستانفورد الأمريكية إلى أعراض جديدة لهذا المتغير. وقام الخبراء بمتابعة دقيقة للأذن الداخلية لمرضى مصابين بفيروس الكورونا لفهم كيفية تأثير الفيروس، واكتشفوا أن المرضى يعانيوا من آلام في الأذن وإحساس بالوخز في الداخل، وهو أحد الأعراض التي لم يتم ربطها بالفيروس في المراحل السابقة من دراسة أعراض. وفاد التقارير بأن الشخص الذي يمكن أن يعاني ألما أو رنينا وإلا صافرة وإلا وخزا أو ضغطا مزعجا في الأذن، فقد تكون تلك إشارة لإجراء اختبار فيروس كورونا حتى وإن تلقى جرعات التلقيح كامل. ومن جهتهم رجح أطباء من نظام الرعاية الصحية الوطنية البريطاني أن الدوخة عندما يحرك الشخص رأسه وإلا يغير بسرعة وضع الجسم متاعه أو عندما يرى أشياء متحركة يمكن أن تشير كذلك إلى الإصابة بالكوفيد 19، وهي علامة على تأثر الجهاز المسؤول على الحركة والتوازن بالتهاب الفيروس. وبحسب الخبراء فإن هذه الأعراض قد تأتي وتختفي على مدار اليوم، وفي صورة كانت مستمرة أو شديدة يجب فورا الاتصال بالطبيب وإجراء اختبار الكوفيد 19. ويذكر أن الأعراض المعروفة إلى حد الآن لمتحول أوميكرون تمثلت أساسا في الشعور بالتعب، ضعف السمع وصداع الرأس والشعور بالقشعريرة، التهاب الحلق، ألم الجسم، التقيؤ، التعرق الليلي، حمى خفيفة إلى شديدة، سعال وسيلان الأنف. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم. Quoi de neuf santé.